انتي شعرك التالف، انتي شعرك المجعد، لو انتي استخدمتي كتير من المواد الكيميائيه، لو كنتي من محبين الصبغات والمكوى والاستشوار والحاجات دي كلها بوظت شعرك، جايلك النهارده بالسيروم هيرجع لشعرك تاني نعومته، هيخلي شعرك رطب، هيمنع الجفاف والهشان. سيروم بريفيا لاعاده بناء لترميم الشعر التالف والهش. تعالوا نتعرف اكتر عليه ونعرف ايه هو السر اللي بيخلي السيروم ده بيتميز عن كتير من المنتجات الموجودة في الصيدليات. السر اللي بيخلي شعرك تاني يرجع ناعم طري بدون هيشان بدون تقصف. حطي لايك على لايك واعملي شير للفيديو لو عجبك المحتوى، واشتركي في القناة فضلا وليس امرا. حطي لايك. بريفيا لإعادة بناء وترميم الشعر التالف. السيروم ده من اكتر المواد اللي بتعمل على ان هي مضادة للشيخوخة، زي ما بيحصل شيخوخة للوجه وللبشرة ايضا بيحصل شيخوخة للشعر عن طريق ان الشعر بيفقد رونقه نعومته، دايما بيبقى تالف، دايما شكله متقصف مش في احسن حالاته. فالسيروم ده بيصلح الشعر، بيرجعه تاني يبقى قوي، بيحمي الشعر وبيخلصه من تقصف الاطراف، بيخلي ملمسه ناعم كالحرير. طريقة استخدامه بيتحط على الشعر الرطب او حتى الجاف، هنقسمه بالتساوي باستخدام مشط ونبدأ بنحطه بالطريقة العادية خالص. السيروم ده اللي بيميزه ان هو موجود فيه مجموعة من المواد ذات اصل طبيعي، اشهرها طبعا مستخلص الجينسينج اللي بيعرف بتأثيره المنشط والمنعش على فروة الراس والشعر. المواد دي كلها مواد فعالة بتشتغل مع بعض ان هي تصلح الشعر وبترجع الشعر التاني ترطيبه، بتخلصك من البهتان، بتديكي اللمعان، وبتملى شعرك بالحيوية. مميزاته ان هو بدون الوان صناعية، وطريقة استخدامه سهلة زي ما اتفقنا في البداية ان احنا نقدر نحطه على شعر رطب وشعر او شعر جاف، ولكن الاول لازم يكون الشعر نظيف، بمعنى ان هو ما يكونش فيه زيوت، ما يكونش فيه كريمات، ما يكونش فيه قشرة. لو في حاجة من الحاجات دي لازم نعالجها كويس قوي، نغسل الشعر ونجففه بلطف وبمنشفة حتى يكون رطب، ونفتح الغطاء وندخ كمية مناسبة على ايديكي، وبعدها توزعيه بالتساوي على طول الشعر. نستخدم مشط عشان نوزع المصل بشكل متساوي على كامل الشعر، وان هو يوصل لاكبر قدر كافي من بصيلات الشعر ويغذيها. وبدأي في خطوة التصفيف، تصفيف المعتاد، سواء بتجففيه بالهواء او باستخدام ادوات التصفيف الحرارية، او بتطلقيه كده في الهواء عشان ينشف منه النفس. اهم حاجة ان انتي تستخدمي، لو انتي بتعالجي شعرك من القشرة، استخدمي شامبو ضد القشرة، حاولي ان هو يكون شامبو مخصص ويكون شامبو طبي. ابعدي عن المنتجات اللي بتحتوي على السيليكون والبرابين والسلفات، لانها مع الوقت بتسبب مشاكل في الشعر احنا في غنى عنها. وبس كده، واشربي كمية كبيرة من الماء عشان تحافظي على الترطيب الداخلي، وبالتالي يبان على شعرك اكتر ان انت شعرك متغذي. تناولي خضروات وفواكه، كل الحاجات دي، كل ما اهتمتي بالغذاء الداخلي كل ما ده باين على صحتك وعلى بشرتك، سواء بشرة الجلد او بشرة الشعر. في النهاية اتمنى اكون اقدم لكم معلومات مفيدة، واكون عند حسن ظنكم. جه دوركم دلوقتي ان انتوا بقى تعملوا لايكات، تحطوا شير للفيديو، تكتبوا لي كلام كتير حلو كده عشان الحاجات دي كلها بتفرحني. اشوفكم في حلقة جديدة على خير.